عايزه اقول لكم على للراجل. دراسه الحقيقه ان الدراسه دي بتقول لك ايه بقى، بتقول لك انه طبعا ما فيش شك ان كل الاطراف خسرانه بعد وقعه الطلاق. طبعا يعني الست خسرانه، الراجل خسران، وان كان في وجود لاطفال اكيد 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 هيبقوا خسرانين. حتى يعني حتى اسره الزوجه ان كانت امها ولا ابوها اكيد بيتضرروا وبيتاثروا كل الحاجات دي، يعني مفيش طرف طالع كسبان في الحكايه دي ابدا على الاطلاق. طبعا الحقيقه انه عايزه اقول لكم على دراسه اجرتها جمعيه علم الاجتماع الامريكيه، بتقول ايه بقى، بتقول انه بالرغم انه الست هي اللي دايما بتطلب الطلاق، واضح انه في اوروبا والدول المتقدمه برضو الست هي اللي بتطلب الطلاق، يعني هي اللي بتاخد الخطوه، مش عشان هي مستبيعه، لكن احنا اتكلمنا في ده قبل كده، لانها حاولت كتير جدا 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 جدا، ها، وهي دايما تسعى للسعاده، هي انسان يسعى للسعاده ومش عايز يعني يرضى بان كان الوضع كده مش مريح او مش سعيد او انا مش مبسوطه، فبتبحث عن حلول افضل، تفضل تحاول تحاول تحاول، وبعدين في اخر المطاف، ده بيبقى اخر مطاف، بتكون خلاص استسلمت وبيكون خلاص مفيش امل، ولما بتقول بتقول بقى خلاص. فلما بتقول 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 لك الدراسه دي ايه، انه بالرغم ان الستات هم اللي بيطلبوا الطلاق، الا انهم هما بيبقوا شايفين انه الباحثين شايفين انه الست بتطلب الطلاق لانها هي 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 الطرف المظلوم، هي الطرف اللي خلاص خسر واتظلم وما عندوش امل تاني في حياه سعيده، فبالتالي بيطلب وبتبقى خلاص تضررت للاخر، بالتالي بتطلب الطلاق. بيقول لك بقى الست هي الطرف المتضرر اكتر بكتير، لانها هي اللي هتمشي وفي رقبتها العيال، هي المسؤوله عنهم، هي مش هتلاقي ام سابت عيالها. طبعا حصل اكيد، بس مش هتلاقيها، مش هتلاقي عدد كبير، مش يعني هتلاقيها نوادر ان ام تسيب عيالها. وطبقا بقى لهذه الدراسه بيقول لك كمان الست بتتضرر لانها في بدايه الرحله هي اللي سابت شغلها، فالست بتبقى اتاثرت في بدايه الرحله انها ما اتحققتش مهنيا وماديا، والعيال بتفضل في رقبتها طول الرحله. الاب بيبعت فلوس، وغالبا دي كمان بتبقى يعني الست هي اللي بتعافر فيها عشان يفضل يبعت الفلوس اللي بتكفيهم ويفضل منتظم فيها، يعني دي كمان هو بتقولي ده كله علشان يبقى مسببات ان التعاطف تجاه الزوجة اكتر. صحيح، ولذلك يعني احنا كل دي كانت مقدمة بتقول انه مش عشان الست هي اللي طلبت الطلاق يبقى هي مش هتاخد التعاطف، لا، هي طلبت الطلاق لانها جابت اخرها، والست لما بتتطلق بيبقى عندها حاجتين محملين عليها تقل وعبء كبير، ملف الاولاد وملف انها سابت حياتها وسابت مهنتها وسابت شغلانتها، وده أثر عليها كتير بعد كده.